جيم. يمكن انا اتذكر موقف كنا بنلعب فريق من الجزائر كان معانا كابتن هادي خشبه كابتن النادي الاهلي وراجل محترم جدا. ده كان امتى كابتن امين؟ اعتقد كان 2002 تقريبا. وشفت موقف صعب جدا لكابتن هادي خشبه قدامنا، موقف كان صعب جدا واحنا ما حدش اتكلم، وكان كابتن وائل جمعه كان عايز حد ضرب يعني حد دخل بعنف ولا شتم ولا ده امتى كابتن واحنا نازلين الملعب؟ ده قبل المباراه كمان، ده اوضه اللبس. ده بيخرجك من تركيزك قبل ما تنزل الملعب بالظبط. وكان قدامنا كابتن هادي قال لنا ما حدش اتكلم خالص، وكان كابتن وائل جمعه كان عايز ياخد موقف ساعتها واحنا نازلين الملعب، ودي يمكن حاجه اول مره اقولها والناس ما تعرفش الموضوع ده. ولكن احنا كلنا يعني كلنا كنا مركزين، دخلنا كسبنا الماتش ده، اعتقد ان ابراهيم سعيد جاب الجول ده. فاللعيبه عندها خبرات يا كابتن، خلاص مرت سواء في المنتخب او احنا لعبنا، خلي بالك تونس كتير ولعبنا جزائر كتير ولعبنا تونس كتير كمنتخب، واللعيبه الدوليه اللي عندنا عندها خبرات شاركت طبعا كتير، اللعيبه اللي موجوده عندها مسؤوليه. يمكن انا شفت موقف او ناس كلمت عليه لما ابتدينا حسينا ان الوداد ضغطنا في الماتش اللي هناك، كان في لاعب اعتقد محمد هاني قال لك يا رجاله احنا مش عايزين نتدلع، صوته باين يعني هو حاسس بالمسؤوليه، حاسس بقيمه النادي الاهلي. كان كل مره يعني حتى بعد الهدف الثاني كابتن سيد عبد الحفيظ كان على الخط بيقول زي ما احنا نمشي زي ما احنا بالزبط. بمعنى ان احنا زي ما احنا في ايه يا كابتن؟ مش فنيا بس، في التركيز. تركيز يعني زي ما احنا يبقى ماشيين زي ما احنا بالظبط. لان في اوقات برضو امير وسهام كنا احنا كلاعيبه بعد ما بنجيب جون بره ارضنا وبنكسب 1-0 خاصه في تونس ولا المغرب بتلاقي احنا بنحس بقى لا بنرجع ورا شويه، بنحس لا كفايه وكفايه 1-0 فنرجع ندافع على 1-0 ده ما حصلش. كل ما النادي الاهلي الجون جه بدري، في اوقات كتير جدا يا امير ان كنا بنجيب جون بدري في الدقيقه مثلا على سبيل المثال ماتش الجزائر مصر والجزائر في نهائي في 89 الجون جه برده في الدقيقه 4 حسام حسن طبعا. احساسنا طبعا الكابتن جوهري ما قالناش كده، بس احساسنا ان احنا خلاص عايزين نحافظ على الجون ده، فقعدنا فترات كبيره مضغطين. جدا ندافع فضغطنا بشكل كبير لدرجه ان كان في اخر اللحظات كان الجزائر كمان هتحرز هدف التعادل والهدف بتاعها يوصلها على طول يعني بالضبط. فالامور ديت بتبقى مهمه جدا انك تحافظ برضو على تركيزك وانك بتمشي على الاستراتيجي، ان انت وده جديد يعني مش هقول جديد على النادي الاهلي، لكن شخصيه الاهلي اللي انت اتكلمت عليها امير رجعت مع موسيماني شويه في جزئيه الفوز خارج الارض يعني. اكيد يا كابتن.